أهلا، محمد علي مصطفى، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية التيسير بإفتاء. فاتن فاروق، من أعضاء مجلس الإدارة. النهاردة احتفالية جمعية الأرمان، مؤسسة الأرمان، بيوم اليتيم، بيعملوا تكريم للعرايس، الفتيات اليتيمات يعني، بيدوهم هدايا وأجهزة وكده. السنة دي بيقولوا إن هيدوهم 10,000 جنيه لكل عروسة، في مقدمين أكتر من 75 عروسة عندهم. وفي الاحتفال بيوم اليتيم، وفي تكريم الأمهات المثاليات، حفظة القرآن الكريم، المتفوقين، الطلبة المتفوقين في كل المراحل. جمعية التيسير في من عندنا عرايس، عندنا يعني إن شاء الله ياخدوا الفلوس للأجهزة بتاعتهم، وعندنا الجمعية بتقوم بنشاطات تانية برضو، في تحفيظ قرآن، وفي تجهيز العرايس، وفي يوم اليتيم بنعمل رحلات ترفيهية يعني للأطفال، وفي كمان توزيع ملابس وشنطة رمضان، الأضحية، في أنشطة كتير يعني، وبنعمل ندوات ثقافية برضو في الجمعية. طول العام هي الجمعية اسمها جمعية التيسير للتكافل الاجتماعي ودعم المرأة، فبنهتم بالمرأة المعيلة اللي هي عندها أطفال أيتام، فعندنا كفالة للطفل اليتيم يعني بمبلغ شهري 50 جنيه في الشهر، غير الملابس اللي بياخدها في كل المواسم، في دخول المدرسة والصيف والعيد، والاهتمام بالطلبة برضو الأيتام في كل المراحل، في المدارس، من دروس خصوصية، من مصروفات، دفع مصروفات وكده. العرايس اليتيمات برضو بنجهز العرايس اليتيمات طبعا، بعد الكلام ده بعد بحث طبعا بيبقى وكده. بس هي دي بيوم باليتيم عامة يعني. في يوم اليتيم بنعمل احتفال بيوم اليتيم، كنا في الأول بنعمل حفلة وكده، بعد كده رحنا قسمنا الأطفال، عندنا حوالي 130 طفل في الجمعية، فقسمناهم بنعمل لهم نزل رحلات وكده. نزلنا رحلتين قبل كده خلال الشهر ده، يوم 6 أبريل كنا في ملاهي سبونج بوب، معانا 35 طفل، احتفالية يعني كانت جميلة خالص. الطفل بيبقى فرحان خالص ان هو بيلعب في المراجيح، بيلعب العاب مع البلياتشو، فبيبقى حاسس ان هو يوم جميل بالنسبه له، بيبقى فيه فرحه على وشوشهم يعني، بيبقى حاجه جميله خالص، بيبقى مبسوط خالص اليوم كله.